مشاهدي قناة القلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد جديد مع ضيف جديد في برنامج ضيف القلم. قبل ما نبدأ الحوار مع ضيفنا الليلة، نحاول نتعرف على شخصية الضيف وعلى بعض ملامح الولاية اللي جاي منها. وجهة حلقة الليلة ولاية سوسة، التي تقع في الوسط الشرقي للبلاد التونسية. تعتبر سوسة مركز منطقة الساحل التونسي، وتعرف بجوهرة الساحل. وسوسة مدينة ساحلية تشرف على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. سواحلها رملية ملائمة للنشاط التجاري البحري، ولنشاط صيد الأسماك، وللنشاط السياحي. كما تعتمد ولاية سوسة على الصناعة كنشاط اقتصادي أساسي. وتوجد بسوسة عدة مؤسسات تعليمية ومجموعة هامة من الجامعات والكليات ومقرات التكوين المهني. ضيفنا الليلة من ولاية سوسة ينتمي إلى المجال الطبي، الدكتور محمد نجيب القروي، متحصل على عدة شهادات عليا في مجال الطب والطب الاستعجالي. شهادة الدكتوراه في الطب من كلية الطب بسوسة، وشهادة الطب الاستعجالي من جامعة باريس، وفي طب الكوارث من جامعة باريس. نجيب القروي أستاذ الطب الاستعجالي في معهد الطب بسوسة، مؤسس مركز التكوين في الطب الاستعجالي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة، مؤسس القسم المتنقل للطب الاستعجالي والإنعاش بمستشفى سهلول وفرحات حشاد بسوسة، ومستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير. أنجز عدة مشاريع بحوث، من أهمها مشروع التعاون التونسي الفرنسي لتطوير الطب الاستعجالي، ومشروع بحث في حوادث المرور ونتائجها، والمشروع التونسي والفرنسي لتكوين شبكة العلاج الاستعجالي في الجنوب الغربي قفصة. وقد تجاوزت اهتمامات ضيفنا المجال الطبي إلى النشاط الجمعياتي، فهو رئيس جمعية التعاون الخيرية ومنسق عام جمعية لبنات، التي تهتم بنشر وتكريس ثقافة التعددية والديمقراطية وإدارة الحوار وقبول الاختلاف والعيش المشترك في البلاد التونسية. إذن مرحبا بك سي نجيب. بارك الله فيك سي زوير وبجميع مشاهدي قناة القلم. إذن سي نجيب، مش نبدأ مباشرة بما يخصك شخصيا وهو الجانب الصحي تقريبا. لو نحاول نتعرف بشكل عام في الظرف الانتقالي اللي قاعدين عايشينه، الوضع الصحي بالنسبة لتونس بشكل عام وبإيجاز. والله ما نعتقدش ثم وضع خاص للفترة الانتقالية هذه. احنا يعني عشنا منظومة صحية تطورت مدة 55 سنة منذ الاستقلال، فيها نقائص، ولكن ما نشوفوش كونه في الفترة الانتقالية هذه ثم أشياء إصلاحات هيكلية وقعت للمجال الصحي. نذكر منه نقص طب الاختصاص في الجهات البعيدة، الناس مجبورين باش يجيو للمستشفيات الجامعية باش يشوفوا مختصين بمواعيد قريب بعيدة. مسألة عدم الاشتغال في العشية، عندنا يعني نظام في تونس احنا مستانسين به، ما عادش يظهر لنا غريب، اما هو غريب كيف تشوف يعني الطب ما يشتغل الا في الصباح في تونس. يعني تجي تشوف تمشي المستوصف ولا تمشي يعني العياده عموميه الا في الصباح، حصه واحده ساعات تلقاها قصيره برشا، تلقاها ساعتين ساعه ونص. وكلاش يكثر الضغط هو على العيادات على المستشفيات بشكل عام؟ هذا بطبيعه الحال يعني عبارة كأنه وادي يمشي وانت تعمل له حاجز فباش يفيض لبلاصة أخرى، هذاك علاش يقع الاكتظاظ
في اقسام الاستعجالي للسبب هذا والسبب بالحقيقة الاختصاص هذاك. علاش يعني معناتها يجيو ناس اللي ماهمش مكانهم في قسم الاستعجالي مثلا وتو نحكيوا عليه في الاستعجالي؟ لا نحبوا نحكيوا عليه بالفعل تو. بالنسبه للطب الاستعجالي نعم. وانت مؤسس الاسعاف في منطقه الوسط بسوسه تحديدا نعم. وكيف ما ايضا عندك مشاركه في تاسيس المركز الموجود بقفصه وبصفاقس وفي جابس وكذا نعم. يعني التدريب وقع عنا بكل. هنا الطب الاستعجالي اليوم يعرف الكثير من النقائص نعم. لو نحاول نلامس بعض النقائص هذه واسبابها. شو الطب الاستعجالي؟ يعني عباره على الواجهه اللي تعبر على العديد من الامراض الموجوده في المنظومه الصحيه. لما ما تلقاش لها حل تصب في طب الاستعجالي، والاستعجالي هو الواجهه، هو الحاجه الاولى يعترضها المواطن لما يمشي للمستشفى. فالطب يعني اقسام الاستعجالي هي اصلا موجوده للحالات الاستعجاليه الطارئه، تبقى وقت اللي كل الابواب الاخرى تكون موصوده. يصبح الانسان اللي ما عندوش الحالات تحتاج للقسم هذاك يجي للقسم هذا، يعني الوظيفه نتاعه مش واضحه عند المواطن، مما يجعل يعني التشكيات ربما انتم ما صورتوش منها ما شفتوش نشوفه من بعد، مما يجعل التشكيات نشوفوها برشا عند المواطنين. هاو جيت هاو قعدت نستنى، فتره الانتظار يعني تعتبر معناتها احدى الحاجات اللي قيسوا بها الافيكاسيتي في قسم الاستعجالي، وقت اللي هو هذا مش صحيح. هذا مش نجيو هالمشاكل، احنا سجلنا نعم. مع بعض الاطراف نعم. لكن قبل ما نجيو للمشاكل هذه على مستوى منظومه الطب الاستعجالي نعم. الطب الاستعجالي كما تعرفوا يعني اللي يعرف تاريخه قبل ما كانش عنده اهميه رغم الخطوره نتاع الناس اللي يجيو يعديوا. تتذكروا ربما قبل في السبعينات والثمانينات كانوا اللي يخدموا في قسم الاستعجالي هم المتربصين الداخليين، يعني متربص مازال كيكمل الدراسة وجاي باش يعمل التطبيق، يلقى روحه في الواجهة مع الحالات الأخطر اللي تجي، حالة رضوض كبيرة، حالة جلطة قلبية كذا إلى آخره. فما كانش يعني فمن بعد في الثمانينات جات فكرة إدماج أطباء دكاترة يعني عنده يعني الشهادة متاعه، وحتى خذا تكوين تقريبا 6 أشهر في الخارج في أقسام استعجالية باش يؤهل نوعا ما أكثر شوية للقيام يعني للإحاطة بالحالات الاستعجالية. معناها تبدلت الوضعية نتاع الطب الاستعجالي. تبدلت منذ ماذا تبدلت؟ من بعد شوية الأطباء هذوما ولاو عندهم خبرة، ومن بعد منذ 2005 الطب الاستعجالي أصبح اختصاص قائم بذاته. لأنه يعني أنت لما تحب ترتقي بقسم يعني حاجه قطاع يزيد على اختصاص حاجه لازم اختصاص الناس يعني. يوليو ماليه هم اللي يطوروه ويبحثوا فيه الى اخره، ويكون هذاك يعني دارهم نجم نقول. وهذا اصبح هو المفارقه المفروض انه كي ولا اختصاص نعم ولا عنده خصوصيه نعم، المفروض انه يتطور نعم، والتشكيات تنقص نعم. لكن سجلنا عده تشكيات نعم، وتحديدا في مستشفى سهلول بسوسه، لكن التشكيات هذه ليست الا جزء بسيط ويسير جدا من تشكيات كبيرة داخل مناطق الجمهورية. خاطر كي نقارنوا الاستعجالي في المناطق الداخلية بمناطق الساحل والشمال نلقاو ثم فرق كبير. نتابعوا التشكيات هذه ثم نواصلوا. كيفاش تشوف وضعية الاستعجالي داخل المستشفى سهلول؟ ثمت وضعية الاستعجالي في سهلول تحسنت شوية، أما بقي السيكوريتي بقي أوضاع الأمنية متدهورة، فهمت؟ سقطوا في الإيقاع، سقطوا ليلة العيد ولا تدخل بعضها. أقسام الاستعجالية بالنسبة للمستشفيات الجامعية وكنور ملمو عندها الدور تشوف المرضى الصعب لي مالاد دو تروازيام ليني. اليوم أصبحنا نشوف المرضى دو بريمير دوزيام ليني تروازيام ليني، والحق بعد الثورة كثروا برشا الأمراض العبيد اللي يجيونا من كل بلاصة، وخاصة لزاجريسيون يعني حوادث الطرقات، حالات التسمم كيف والحق هذا أثر شوية على تعب البرسونال. فما سورشارج كبيرة برشا متاع خدمة، والمواطنين ما همش فاهمين الشيء هذايا، ديما مش عاجبتهم الخدمة متاع لي ميدسان، ديما معناها سون تخي اكزيجون بارابور الخدمات الصحة اللي متقدمين اللي
يحبوا معناها ياخذوها. اي اون بلوس فما شويه ديزورغانيزاسيون من مكتب القبول حتى للبوكس. دونك انا جو فاك لازم المواطنين تفهم اللي فما خدمه كبيره على الطب، ما نجموش يوفروا كل شيء او ميم طون. انا يحترموا الانتظار نتاعهم والدور نتاعهم في الصف. فما كثافه من المواطنين اللي تلتحق، فيعني احنا بين افراط في العيادات نتاع المواطنين اللي يجيوا على اقل حاجه اقل سبب، وفما نوع ثاني الناس اللي تخلي روحها وتترك روحها الى حالات تكون خطيره جدا، وبعد يجيو في اخر وقت للاستعجال. فبين الناس اللي تكون متسرعه للاستعجال وبين الناس اللي متباطئه في العلاج في الاستعجال. بالنسبه للوضعيه هنيكية، والله نحكي لكم احنا عندنا برشا مشاكل في استعجال سهلول. انا مش نقولوا الا استعجال سهلول هو احسن استعجال في تونس ولا في العالم ولا ديال وكل شيء. معنا كما السبيطار الكل خاص القسم الاستعجالي، معنا قسم سخوني تسمى، فيه برشا خدمه، فيه برشا مشاكل وكل شيء. لكن زاد بالنسبه لنا احنا اول مشكله نحكي عليها هي مشكله المواطن عنده الحق راه كي يجي الاستعجالي هو قسمه استعجالي، معناها لازم يعدي من الاول يعدي فيسع بالنسبه لهذا في مخه. لكن الحاجه مش فاهمينها الا راهو فما انسان قبل انسان، فما حاله قبل حاله. لكن هو بالنسبه لهم اي مريض يجي الاستعجالي يلزمه بالنسبه لي في مخه هو مش يعدي اول واحد، مش يعدي اسرع واحد، ومش يخرج من الاستعجالي معناها راضي على روحه فرحان اموره معناها كل شيء كيما نقولوا معناها اموره كامله. المواطن اللي يجي باش يعدي في الاستعجالي ينجم مش في باله اللي معناها سيت اون كونستاسيون دو ميدسين جينيرال، اش معناها؟ معناها طب عمومي، ماشي نشوف طبيبي على اونجين، ماشي نشوف طبيبي على هاي صبع يوجع، هو ماهوش هذا، هو شو اسمه هو ربي؟ اسمه استعجالي. احنا في الاستاتيستيك نتاعنا نلقاو 80% من الحالات اللي نشوفوهم في الاستعجالي ما همش حالات استعجالي، ما فما كان هال 20% هذوما، دونك هذا شي كون. شو مشي كون؟ مشي كون ان ازدحام. ديما نجي مستشفى سهلول نشوف. بون بالنسبه لحاله اليوم، يعني جيت حاله خاصه اليوم، لقيت برشا تعطيل في التسجيل. صدقني باش تسجل مريض واحد والله درجين باش نقيد الاسم واللقب والدات دو نيسونس. صار بعد ريكلاماسيون وبارك الله فيهم مسؤولين غيروا اللي كانت تقيد في الواحد. ثم شويه تهبطت شويه في الخدمه. اكثر منهم ثم حتى شيء، يعني الانسان يجي ساعات يضيع وقته وهو يستنى في باش يعديوا لك وباش كذا، فهمتني؟ الحق الطب قايمين بواجبهم، اما شوي فما ناقص برشا حاجات. الخدمات بالنسبه للمواطنين للمرضى اللي يقصدونا راضين عليها مبدئيا احنا، اما فما امكانيه انه نحسنوا اكثر. لكن الطرف الثاني على انه ديما نرجعوا لك الظروف الامنيه اللي نقولوا عليها والاعتداءات. من بعد الثوره الى الان المواطن وقت اللي يجي ما عادش يفهم معناها على انه فما وقت معين باش يشوفوا طبيب رغم انه جا الاستعجالي. التحاليل اللي تاخذ وقت كمستشفى كبير معناها ويأموه عدد كبير من المرضى، الاستعجالي اللي يستقبل في اليوم من 245 270 حتى ل 350 حاله نستقبله يوميا. هاك تشوف نخدموا لا دراوات لا شيء، براس كل شيء، ثم بعض النقائص اللي هنا كافي مثال فيما يخص الماتريال، وخاصه تو براس هذه الشكاج من واحد مغطي والاخر ماهوش مغطي، براس ما تلقاش حتى ابسط حاجه درا باش تغطي مريض ما تلقاش. في الماتريال ما نحكوش، نتقشفوا تقشيف برشا، نمشي فارماسي تطلب مثال كونتيتي معينه يعطيك حتى الشطر، ما تخدمناش خلاص براس بالشيء اللي نشوفه فيه، ثم برشا ناقص. اذا سي نجيب كما لاحظت العينه اللي خذيناها من مستشفى سهلول بالتحديد واستعجالي، لو نقارنوا الوضع نتاع مستشفى سهلول اوضاع مستشفيات اخرى نلقاو المقارنه غير ممكنه غير جائزه. ومع ذلك ما نجمناش من جهه اولى نسجلوا مع كثير من المواطنين، بعض المواطنين هكا، علاش ركزنا على تدخلات الاطار نتاع قسم الاستعجالي. واطار قسم الاستعجالي مع هذا يعترف أنه ثم نقائص. كما لاحظت التدخل ثم مواطن درجين استكثرها هو يستنى، قالك ثم بطء، مع أنه ثم مواطنين تقام يستناو بالأربع وبالخمس ساعات إذا كان مش نهار كامل. كيفاش تشوفها عملية المقارنة بين ظفرين؟ وكيفاش احنا نرتقيه بطب الاستعجالي في جميع مناطق تونس؟ قبل كل شيء يظهر لي باش الواحد يقول شيء ايجابي او سلبي داخله لازم يعرف شنو هو الروبير. يعني ثم ربما المستوى السيد اللي تشكى من درجين هو يستنى، يعني اذا كان نجيو نحطوها في الاطار نتاعها ربما درجين تسمى تعدى فلاش معناتها ما انتظرش بالكل.
هو على كل حال احنا متعرف ولا تموضع عنا لا تشكي دائما مع ذلك، هي الحالة العادية متاع الشخص. أما نحاول نفهمه لازم كل حقيقة متعرف عندها عدة جوانب. إذا ما حد يغزلها من عديد الجوانب متاعها. المواطن كما قال سي لطفي بوقديدة بكري، قال المواطن يحب يجي هو الأول ويحب يتعدى الأول الأخير. بالفعل هو يعرف فما قسم الاستعجالي، مرات ثم الناس اللي يقعد عنده مشكلة من الصباح يجيك 11 تاع الليل أنه في الأخر تقلقته باش يرقد وكذا، خلينا نمشي نعدي. مش هذه هي وظيفة القسم الاستعجالي. القسم الاستعجالي موجود للحالات الطارئة اللي فيها نسبة من الخطورة باش يجي إنسان يعدي بسرعة لأنه ما تنتظرش. أخطر الحالات اللي يجيو في القسم الاستعجالي مثلا تاع سهول هي الرضوض، يعني الحوادث والجلطة القلبية أو أشياء كما هكا تختلط كشوية هذيك. قال دكتور متهمم قال 20 و80%، كشوية هذيك تختلط بكثرة من الناس اللي يجي لأنه صغير وعنده حمية، لأنه هو معناتها عمل أنجي، لأنه واحد راسه يوجع، لأنه واحد سبعه تفصع إلى آخره. هذه مش نفس حالات، لازم المواطن يعرف. وهذا تقصير من الإعلام من الجهة الصحية، لازم المواطن يعرف في الأصل بالإعلام عبر الوسائط المتعددة شنية وظيفة قسم الاستعجالي، ولازم كذلك في القسم نفسه يكون ثم أشياء معلقة وتعرفوا شنو هو اللي يوصل القسم الاستعجالي. راهو مش أول من وصل أول من يتعدى، هذا لازم يكون واضح جدا. درنا أولويات مش معناها اللي يعطي الأولوية مش وقت الوصول ولكن الحالة. فلذلك توا في البلدان المتقدمة وحتى عندنا احنا في بعض المستشفيات مازال مش في الكل ثم ما يسمى بالفرز عند الوصول. ومن الفرز يقول لك باش تستنى 4 سوايع ولا باش تعدى طول 10 يوم تعدى طول. ثم أربع أصناف تقريبا 5 أصناف نتاع فرز المرضى، وشكون يتعدى قبل شكون. فلازم يعرف يعني الحالة اللي هي تستدعي مستوصف اللي باش يجي قد يستنى أكثر من اللي في المستوصف لأنه ما جاش للمكان الصح. صحيح. هو الصح ليه رزق. أما نرجع اللي قلته بكري، المستوصف مسكر العشية إيش باش يعمل؟ الاستعجالي ما يجيش يمشي لطبيب خاص. فربما في الاستعجالي لازم نعمله مكان اللي هو يخدم خدمة مستوصف. كيف يجي يدخل الشخص يقع فرزه، أنت باش تمشي للمستوصف. المستوصف يكون باب آخر عيادة ولكن فيها يعني دوتر كريتير، معناته حصة مسائية، معناته على الأقل تغطية النقص اللي مش يكون في اليوم. بالضبط. ناس تعدي في الصباح وتولي في قسم استعجالي، ناس ما تجي الاستعجالي لكن تتعدى الحصه المسائيه بالنسبه للطب العمومي. باش نصلحوا الوضع الخطا اللي هو عندنا اللي ما ثماش مستوصفات تخدم في العشيه ويصبح الشخص يتعدى الغادي، كاني ما يسمى استمرار يعني بيرمانونس دو سوان. عندك بيرمانونس دو سوان، اما مش انت والسيد اللي عنده جلطه قلبيه كيف كيف تستنى كيف كيف وتنازعوا وكي تتغشش تكسر باللار وتعمل فضيحه لانه اصبح المستشفى يعني هو المكان تقريبا الوحيد اللي الانسان يجي يسيب فيه غلو. اللي لازم نعرفه ان المواطن يساهم، لانه يعني ديما هو اللوم على الطرف الرسمي، الاطباء، الاداره، كذا في اي مكان، ولا حتى الشرطه ولا كذا الى اخره، ديما اللوم عليهم هما والمواطن. لا سيدي، هذاك دور المواطن حتى هو اللي قاعد يخدم فيك. وثانيا المواطن راهو عنده دور كبير في تدهور الخدمات، لأن المواطن لما يجي ويعمل اكتظاظ ويزاحمك الشخص اللي عنده الحالة الاستعجالية هذيك، يرهق الإطار الطبي وشبه الطبي وينقص يعني درجة الانتباه متاع الناس، يولي من كثرة الحالات اللي هي ماهيش يعني استعجالية، ساعات يزرف حالة تزرف حالة اللي هي استعجالية لكن ما تاخذش حظها، يعطيك الصحة واضح ما يفيقش بها ويقول لهم شي يروح وكذا. نعطيك مثل في قسم الإسعاف اللي هو تطلبه بال190. قسم الإسعاف 190 مع الأسف نعود نذكر كانوا 190 رقم مجاني، يعني حتى كان ما عادش عندك يونيتي في التليفون بتاعك كي تطلب 190 يجاوبك. فاش يعملوا؟ ثم ناس عندنا مئات ومئات ومئات من المكالمات يوميا. ليش؟ يعني باش يعدي وقت، باش يسب، باش يسمع الكلام كالشخص اللي قاعد يخدم على روحه ويجاوب في التليفون على حالة استعجالية. فيصبح كالشخص هذاك وحنا نلومه عليه لما حاله، ولكن الى اي درجه مرات يهز تليفون يقول اسعاف طبي تفضل، ما يسمعش حاجه ولا هيك بسرعه الناس اللي خذاها مع المكالمات الاخرين يعلق، وقد تكون التعليقه هذيك على مكالمه بالفعل يعني استعجاليه وجديه. واضح. شكون السبب في هذا؟ واضح. المواطن اللي قاعد يتشكل. راه المواطن كما تدير تدان، راه والمواطن هذاك ماذا به حتى في خدمته هو يشوفوه كيكون يخدم في اداره ولا في كذا كيفاش يقدم هو خدمته. اي سي نجيب، نرجع للسؤال. نعم. على مستوى التوازن. نعم. بين الشمال والوسط. نعم. او الساحل وبين الجنوب. خدمات الاستعجالي تفوق في هذه المناطق، خدمات الاستعجالي يمكن ادرى بذلك
تعرف خدمات استعجالي في قفصة كمان هي؟ نعم. تعرف خدمات استعجالي في مدني في جابس؟ نعم. تعرف خدمات استعجالي حتى في صفاقس؟ يعني هناك تفاوت. صحيح. لو نلمسوا ونمسوا هالتفاوت هذا شو نجمو نقولوا؟ شوف في الجهات هذه ثم مشاكل معروفة. الأطباء ما يحبوش يمشيوا لك البلايس هذوك. أطباء الاختصاص أقل وقع تحفيز إلى آخره. وهذا مش فقط اللوم عليه الطبيب راه في الواقع لما يمشي إنسان باش يستقر في مكان الطبيب ما هو إلا مواطن كما غيره من المواطنين لما يمشي يستقر غادي لازم يشوف شنو هي الآفاق نتاعو نتاع زوجته نتاع صغاره شنو الترفيه شنو القراية شنو إلى آخره إلى آخره. فإذا كانت ما تعملش تنمية شاملة لبلايص كيما هكا لا تنجم تجلب لا الطبيب لا المهندس لا الإطار إلى آخره فيبقى المشكل مطروح. إذن شيق في برشا من الأقسام هذه تلقى أطباء يسكنوا في مناطق ساحلية منتدبين هناك يمشي يخدم نهار ويروح يرتاح ست أيام مثلا. ما ثماش أن أنجاجمون ما ثماش شكون حريص على تطوير الخدمات وعلى الحرص إلى آخره كل حد وكأنه جاي معناتها كاري يؤدي في مهمة ويمشي على روحه يعطيك الصحة. هذه حاجة نقص أطباء الاختصاص لأنه من جهة اللي يخدموا في الاستعجالي ما هوش مختصين في الاستعجالي حد الآن ما زلنا إلا في جندوبة الآن ثم مساعدة استشفائية جامعية موجودة هناك ثم في جربة تقريبا اختصاصية في الطب الاستعجالي من الدفعات اللي قلت لك أصبح الاستعجالي من 2005 يعني اختصاص. أولا فما نقص في فتحان لي بوست فيه متاع المختصين لأنه يعني الحاجة كبيرة ولكن احنا فتحان يعني لي بوست باش الناس يختصوا فيه قليل ما فيش التطور اللي نحتاجوه باش نبداو نغطيو هذا الجدل لانه يعني انطلق من صفر الاختصاص هذا اول المفروض هو رغم مع خاطر القيمه نتاعه والاهميه نتاعه بالنسبه للمواطن المفروض انه يقع فتح افاق. يعطيك الصح مثلا اذا كان تولي تنجم تحط اطباء استعجالي مختصين في الاستعجالي في مستشفيات داخليه تنقص ما تنحيش ما تنقص من حده غياب اطباء الاختصاص او غيابهم في الليله واذا موجود واحد برك ما يجيبش يقوم بالمداومه والاستمرار الشهر كامل. فلما يكون عندك طبيب اختصاص اذا كان يجي جلطه قلبيه يعرف شو يعملها اذا كان يجي كسر يعرف شو يعمله في الوقت الاولي هذاك. من بعد اذا كان لازم نقله لبلاصه اخرى اذا كان الطبيب اللي بيجي في الصباح هو اللي باش تلهى به الى اخره وقت ثم الاستمراريه. هذا مشكل من المشاكل قلت لك موش مختص موش خاص بالموضوع الطبي فقط ولكن خاص بالتنميه الشامله نتاع الجهه هذيك. ما ننساوش كما قال احد المدخرين الان انه راهو المساله الامنيه مساله هذا نرجع كيف المواطن كيفاش هو يخرب الخدمات لي وقت اللي كل نهار ثلاثة في المستشفى الفلاني ما نسميش خاطر تولينا كي تسمي واحد تقوم معاك القيامة في بلاصة. أما نحكي على حالات معروفة نعرفها ومشيت وزرت في المستشفى الفلاني نهار نهارين الطبيب مضروب والبلار مكسر إلى آخره ما عادش شكون يمشي ويولي المرأة تعمل في شهادة طبية والراجل يولي إلى آخره يولي خايف معناه ما ثماش الحد الأدنى اللي من شأنه أن يشجع على البقاء أو على الاستمرار. الطبيب ماشي داويك يتم تضربه. احنا مرات نمشيو يعني وقعنا في الاسعاف المتنقل نمشيو يدعيونا يقول ثم حد في حاله خطيره يدخل الفريق يشوف يعاين كانوا الشخص توفي الله يرحمه يجدوا عليه موس يقولوا يموت هو تموت انت هنا يعني انت اللي تحيي الموتى. هذا الكل باش نوريك اللي راهو كي نوصل المشكل مره اخرى يعطيك الصحه. المشكل عنده عده جوانب والبنيه سي نجيب البنيه التحتيه معناها تحكينا على الإطار نعم. على نقص الإطار نعم. لكن نحكيه حتى على المرافق صحيح على البنية صحيح ثم نقص كبير صحيح المرافق والتجهيزات ثم نقص ولكن والله ثم مرات تلقى تجهيز توا مثلا التجهيزات برشا ماشية للجهات الداخلية تمشي تجهيزات تاع أشعة تاع حاجات كيما هكا وما تلقاش شكون يستعملها لأنه يعني ما عندكش طبيب الأشعة ما عندكش طبيب العينين اللي باش يستعمل يعني الاوفتالموسكوب يعني الادوات المتطوره وهي كلها حلقه يعني. يذكرني في مشروع احنا الجمعيه بتاعنا ان شاء الله قادم عليه في منطقه محرومه من ولايه من جهه النفيضه وانك لما تجي تحاول تعمل حاجه في مكان انظر لها في شموليتها التنميه الشامله. ما تنجمش تنمي الصحه والبقية مش ولا تنمي التعليم أن يعني يقولوا لي في جهة الصفحة للجمعية متاعنا عندها فيها خدمة كثير يقولون التعليم يعني التلميذ المعلم ما يقريش يدخل
يعطي حويجه من بعد يخرج يقعد لبرا والتلامذه هذوما التلامذه يحكيوا لي ويسلموا في الخدمه في الواحد نتاعهم الى اخره. عليه يمكن المعلم اللي مشى غادي هو من جهه التلامذه ناس يعني محرومين وربما محبطين، المعلم نفسه اللي حطوه غادي في مكان كيما هكا هو نفسه ماهوش يعني متحمس للشيء اللي باش يعمل فيه، فتقع الحلقه هذه لو سيركل فيسيو. فلما تجي باش تحل هالسيركل فيسيو هذايا حلو من عديد الجوانب نتاعه، وما تنجمش تداوي بلاصه وتخلي البلاصه الاخرى هي اللي باش يعني ترجع لك العرج من جهه اخرى تملى هذا يفرغ هذا، يعني هذا هو المشكل. مشكل صحيح، لكن انا تو مش نحاول المشكل هذايا نربطه بسبب مباشر لا يمكن التغاضي عنه. نعم، هو انه المشكل هذايا اتربط اساسا بجانب سياسي. راه وراء اي مشكل يعيش الانسان اليوم في تونس وحتى في فترات سابقه، نعم، وراء كل مشكل يعاني منه هو قرار سياسي. التنميه الشامله اللي قلت لك عليها، اذا كنت نكب على المكان هذا بقرار سياسي لازم تعمل التنميه الشامله في بلايصه ليا. وقت اللي انا نتحدث، وقت اللي نتحدث على قرار سياسي تحديدا، نعم، هنا نحب نقول عمليه الاهتمام بالقطاعات هذه كي نقارنوها بالاهتمام بالمجال السياسي نقاو لا سبيل للمقارنه. أيوة. السياسي ابتلع كل شيء. تو ما عاد ثم كان السياسه. يعني ما عاد ثم صراع كان حول السياسه، ومش حول السياسه يعني كخيارات كذا نشكب عليك وتشكب عليا. ما عادش هذه تو السياسه اللي قاعدين نشوفوا فيها تو، كنا نرجعوا لها من بعد شويه. ماشي، هذا مش صراع سياسي حقيقي، هذا ضربان تحت الحزام وشيء من مسكوت معنه واكثر من المصرح به. مش بالفعل مش صراع على معاشها تعدينا الجانب السياسي تو نتاع الحوار، ولا مش صراع على خيارات وعلى مشاريع في الحقيقه. واسمع اختي، نقول انا خيارات او نعم. مشاريع نعم. نحب نحدد بصوره واضحه شنو نقصد بالمشاريع نعم. وبالخيارات في علاقه بالملف هذا. نعم، نحب نلمس العمليه هذه. انا احنا اليوم لما نشوفه يعني تشوف في الظاهر حول شنو هو يدور الصراع السياسي، اي نطيح الحكومه فقط. طيح الحكومه علاش؟ شفت انت يعني اشياء فشلت، يفشلت في شنو؟ وانت شنو اقتراحك؟ انا شنو البديل نتاع؟ اي شفنا شكون قاعد يقدم في بديل الان للموضوع الاقتصادي، الموضوع الاجتماعي، موضوع الصحه، بخلاف كلام الفضفاض العام. خاطر راهو ثم اشياء يعني اللي نتفرج فارسي نجم يقول لازم هكا وهكا في بطريقه عامه. طيب لما نقولوا مثلا طب الاختصاص، نقص طب الاختصاص. نقص طب الاختصاص راهو باش نكونوا واضحين ماهوش بالكل من سبب تقصير في وزاره الصحه. هنقول يعني في قلب وزاره الصحه، لا، وزاره الصحه تفتح يعني مناظرات وتنتدب ويقول لك كان عندك جيب لي تو ندخلك، وما ثماش شكون يجي. وفي الاختصاص المطلوبه برشا ثم حاجه اخرى، قاعدين نضيعوا في المختصين تاعنا. احنا ثم دول متقدمه قاعده تجبد لنا في دمنا. برا لوج على اطباء التخدير والانعاش اللي هما ناقصين برشا، على اطباء النساء، على اطباء الاشعه مثلا، تلقى شطرهم توانسه واجدين في فرنسا وفي الخليج العربي. يعني معناه اللي نفهمه ممكن هو انه حاول تحكي على القرار السياسي من جانب تبريري، معناها قاعد تبرر في الوضعيه اللي يعيشها القطاع الصحي خاصه في مستوى نقص الاطارات، انه الناس ما عندناش شكون نخدمه بشكل او باخر. لا مش مبرر، تعرف مثال شيء فاصل ونرجع تجاوبني على السؤال هذا. بعد فاصل ايوه ونرجع. تفضل. اذا سي نجيب، لا مش من باب التبرير، وانت تعرف يظهر يعني مانيش من اللي بروا لا افعال الحكومه هذه ولا اللي سابقينه، اما تكويني كطبيب علمني حاجه مهمه. اذا كان ثم مرض، اول الدواء نتاعو هو التشخيص الصحيح. ما تنجمش تكون يعني انسان عنده المصرنه الزايده وانت تظن عنده قرح في المعده باش نجم تداويه. القرح يداوى بطريقه والمصرنه الزايده تداوى بطريقه. فيزم تحط صبعك على الداء باش تنجم يعني باش تنجم تعطيه الدواء الصحيح نتاعو. فلما نقولوا انه الاطباء الاختصاص ناقصين، اولا على الحاجه، ثانيا تجهيزات ناقصه،
التجهيزات افكتيفمون نقص. ثم اطباء اختصاص يقول لك نمشي يعني غادي وما عنديش تجهيزات باش نخدم، اللي هما عندهم خدمه بتجهيزات معينه. الحاجه الاخرى الجو العام في المكان هذاك ما يشجعش الطبيب هذايا واللي يغزر المستقبل غدوه وصغار وعنده طموحات اخرى انه يعني وصل لمركز اجتماعي معين. واش نعمل؟ نلتفتوا لهذا الكل وشوفوا كيفاش نجموا نصلحوا هذا وهذا وهذا. هو على كل حال في كل يعني الحالات، حتى الاساتذه الجامعيين، حتى باش تركز جامعات غادي يلزم تنكب على المناطق هذه المحرومه وتقول باش نعمل فيها يعني مجموعه من الحاجات. خاطر تنجم انت يلزموا ثلاثه دويات المرض هذاك، يعني انت تعطي دواء واحد منش قاعد ندور راه نكمل لك. علاش ما ثماش بوادر؟ علاش ما ثماش ملامح؟ بعباره اخرى تو انت تشخص نعم. مسالش عندك نعم. راي في السياسه عندك راي في السياسه واحنا تو قاعدين نلمسوا في الجانب السياسي. نعم. هنا تشخيص طبي معناه مصطلح طبي. الداء اليوم هو السياسه، هكا داينا اليوم. نعم. الداء نتاع الناس كل اليوم هو السياسه. صحيح. هك علاش حاولنا ديما اي مجال مش ربطوه باللي يقع سياسيا. نعم. مش معنى ذلك انه نستهدفوا في الحكومه ولا نستهدفوا اي طرف سياسي. نعم. لا القصد هو انه راه احنا نعيشوا اليوم في داء مزمن بين ظفرين. نعم. هو الداء السياسي. نعم. كيفاش تراه انت اليوم الوضع السياسي اللي قاعدين نعيشوا فيه؟ ها نقول لك بارتباط مع السؤال نتاعك الاول، احنا لو فرضنا كون الحكومه المنتخبه الاولى اللي جات عندها الإرادة السياسية باش تقوم بالتنمية الشاملة متاع الجهات المحرومة، نجم نلقاو عدة عوائق. معناها ما عندهاش هي الإرادة، يعني نفرض هذيك النية. أنت طرحت الفرضية هذيك النية نقول احنا النية لأن هي ما عملتش. نجم نقول شكون يقول لك ما عندهاش إرادة؟ وقت وقفنا غادي الحكومة ما عندهاش إرادة ما عملتش. أي نفرض اللي عندها إرادة ونسبق الخير لأن على رأسها كان صديقي نعرف اللي عنده الإرادة ولكن تدخل بإطارات وناس اللي هم ما عندهمش، ربما عندهم الإرادة ولكن ما عندهمش لا الدراية لا الخبرة. أشياء هذه الخبرة مهمة جدا فيها، حاجة أولى. هو ما عندهش دراية والخبرة، هذه شوية من حنة هكا ولا، وثم ارتبط ليدي يلقى أمامه كذلك ناس حلفت قالت احنا ما احناش مخلين الحكومه هذه تخدم باش نعطله. انتم تعرفوا اللي ثم ناس من الانتخابات تاع 23 اكتوبر حاشين نشوفوا فيه اليوم لازم نرجعوا لازم نبسطوا راهو، لكن الخلطه هذاك الكبير يخلي الناس اما ينبسطوا له. احنا وصلنا له اليوم هو تصديق وتحقيق لاحلام ووعود نتاع الناس اللي ما رضاوش بما يسمى بما سمي الان ولا يتسمى منظومه 23 اكتوبر. فهما قالوا باش نعرقلوا الحكومه هذه وما حناش نخليها تخدم وعملوه. كيف تجي انت تقول خذوا عامين اسمي. خليني نقول لا، وكل هذا كله خدمه عامين. هما يعني يدوروا في معناتها يدوروا في حلقه مفرغه لانه ما عرفوش شنو يعملوا، خاطر ما ينجموش يكونوا يعرفوا شنو يعملوا. هما ما عندهمش درايه وما عندهمش خبره وما استفادوش من خبرات. قال شنو قال هذ الناس خدموا قبل؟ ما هذا كلام يعني ماهوش معقول ومش منطقي وقلته من قبل برشا. ولكن من جهه اخرى حتى كان عنده شويه كانت نجدبش باللين رسيم تاع الاداره، جات ناس اخرى وقال باش نعطل. تتذكروا انتم قداش كان ثم يعني قطع طرقات ومظاهرات واعتصامات الى غير ذلك اللي تجعل الحاله الامنيه ما تخليش المستثمر باش يجي، خاطر احنا نحكيو في التنميه الشامله مثلا مستثمرين باش يجيو. خي الدوله هي تجي باش تعمل كل شيء، الدوله هي باش تعمل ربما المنتزهات ويعني الحاجات حق المشاريع الصغرى وغيره وغيره وغيره. يعطيك الصحه اللي باش تجيب التشغيل وباش تجيب التنميه وكله مربوط ببعضه. فانت من جهه فكرني في سكتش نتاع واحد قال ماشيين وزراء وقفوهم قال لهم لا نحبوا التشغيل نحبوا كذا، قال له خلينا نمشيو باش نعملوا معامل باش نشغل، قال لها نحبوا التشغيل قبل المعامل في سكتش هذا. فهذا الكل لازم تشوفه من جهه الحكومه، من جهه المعارضه، من جهه المواطن وشكون يحرك في المواطن غادي وتحلها. راهو احنا انتهت كل حلم ولا كل وهم نتاع الدوله الراعيه وهي تعمل في كل شيء واعطيني، واحنا راجعين له اليوم. اليوم قاعدين نوهموا في المواطن اللي الدوله اللي بدينا نبعد عليها عندنا مده قبل. رغم اللي هي فكره الدوله الراعيه هي فكره جميله جدا معناها جميله، ولكن طموح من شأنه انه طموح من شأنه انه يرضي الكثير من الشرائح الاجتماعيه. لكن وهم. وهم هو وهم لا. لو كانت وراه إرادة راه ممكن يولي حقيقة. لا أبدا، خاطر فترة ما في السبعينات على هنا في السبعينات صارت معناها نجاحات بالنسبة لدور الرعاية في أوروبا، لكن نظرا لسيطرة بعض النوايا والنزعات الليبرالية اللي خلت ثم تراجع
بالنسبة لهالدولة الراعية ومشى في اتجاه هيمنة رأس المال بشكل مش بها ما مشيت حتى فيك حتى فيك من مكان مش تمشي عنا في تونس تو على الأقل احنا بالمقارنة مع وضعنا الاجتماعي عدد هكذا الجانب الديموغرافي الناس عندنا معناها دولة صغيرة تنجح فيها برشة تجارب ما عندهاش امكانيات باش تكون هي حامل وتعطي كما كان يقعد به حد معناتها الصحة المجانية والنقل المجاني كذا وكذا وكذا لا ما نوصلوش لحد هذا لكن على الأقل إيه نشوفوا شنو الحد اللي نحبوا عليه فهمتني دونك اللي باش نرجعوا لموضوعنا خاطر لاحظت نرجع سامحني قص عليك مرة أخرى سي نجيب خاطر لاحظت وهذا السؤال اللي باش نجي لاحظت أنك بشكل أو بآخر قاعد تدافع على الترويكا وتحديدا على النهضة وهذا يجرني للسؤال علاقتك بالنهضة وهذا الناس كل تحب تعرف انت تحب تجي برا هذا اللي نحب مانيش ندافع على الترويكا ندافع على مفاهيم شوف يعني لما تكون عندك خط بتفتح الخط نتاعك باش يتقاطع مع هذا او مع هذا في وقت الاوقات لما يتقاطع مع حد مش معناتها انت هاو تدافع على هذا تعم. ولو كانت النهضه تعمل في حاجه باهي راه ندافع عليها وكنت تعرف في زهير متابع الواحد اللي يعني راهو عندي مده ما ندافعش على النهضه بل بالعكس لكن لكن هذا ما ينفيش علاقتك بالنهضه خلينا بقطع النظر على علاقتك بسي حماد الجبالي قطع النظر علاقتي شنو تو ولا قبل علاقه كسوة سواء كانت ماضيه او حاضره معناها لا 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 انكر اني اني من ابناء اللي ترباو في جيل الجماعه الاسلاميه والاتجاه الاسلامي في الجامعه وشيء من النهضه من بعد يعني لما تكونت النهضه اللي ما كنتش هنا في الحقيقه ولما رجعت ما عاودش انضميت ويعني في الحال تعرف يعني الحنين للشيء اللي كان فيه الانسان قبل اللي تربى فيه وعدى فيه شبابه وأحلى أيام شبابه ما ينقطعش تبقاني اليوم عندي مؤاخذة كبيرة للقيادات أو لبعض القيادات نتاع النهضة عبرت عليها قبل يعني قلبي مازال على اليمين أما يعني ما ندفعش باش نكونوا واضحين وجديين ما ندفعش على الحصيلة اليوم نتاع النهضة لأنه نعتبر كونه أخذت خيارات خاطئة في البداية ولو كانت النية صادقة الخيارات كانت خاطئة وهي شريكة مع المعارضة ونأكد هناك أو شريكة مع المعارضة وما نجمش نقول نسب أنا عنديش نسب في مخي في الوضع اللي وصلنا له اليوم لأنه مرة أخرى ما ثماش في حتى حالة ثم حد فقط مسؤول والآخر هو اللي والآخر هو أبيض احنا اليوم كمان لما نشوفه ناس الحقيقة نضحك ساعات نشوف ناس من المعارضة بين ظفرين يبدأ يعيط ويعطي في دروس وكذا إلى آخره وكأنه ضمنيا ثم من هنا الأبيض الناصع اللي مليق وعنده الأفكار الهائلة الكل وثم من غادي الشر المطلق كما كالسيد اللي يحكي عن الدم الأحمر والدم الأكحل وكذا وغادي ثم شر مطلق لا لا, لا هذا السيد اللي مش عنا فيه هنا سينجيب معناها كأنك قاعد تعطي في رأي صريح بالنسبة لمشاركة النهضة أو القبول بالنسبة للنهضة بالحوار الوطني أنا عندك موقف يبدو أنه رافض بالشكل هذا قبل ما تجاوبني فاصل ثم نعود تفضل